يعني كأننا بنفرغ كل الصور اللي عينيك شافتها خلال العشر أيام اللي فاتوا. وهتطلع لنا كلها هنا. وإيه علاقة الكلام دوت بالتحقيق؟ إزاي بس يا أستاذ حسام؟ الدكتور بيقول لحضرتك إنه في حالة إنك شفت حد من الأطفال الثلاثة المجني عليهم، الجهاز ده بيطلع لنا الصور المخزنة في عقلك. أيوه. بس ما هو ممكن يكون اللي متخزن عندي أسرار خاصة. لا، إحنا مالناش دعوة بأي أسرار خاصة، كل اللي يهمنا صور الأطفال المجني عليهم. أي حاجة تانية مش مهمة. ما هو ممكن برضه أكون شفتهم صدفة. وارد طبعا تكون شفت طفل منهم صدفة، لكن نكتشف إنك شفت الأطفال الثلاثة المجني عليهم، مش شايف إن دي تبقى صدفة غريبة شوية؟ يلا أستاذ عشان ما تعطلناش التحقيق. أنا مش هلبس البتاعة دي. مش هلبسها. أنتوا عايزين تلبسوني جريمة. أنا عايز محامي. أنا مش هتكلم ولا هفتح بوقي بكلمة من غير محامي. ماشي يا نجيب. إيه؟ ماشي يا دكتور. حلو الجهاز ده على فكرة. كده عملت اللي عليا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.